اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه مع محلل قناه النادي الاهلي الاستاذ ايمن جلبرتو. منورنا يا استاذ ايمن. كابتن اسامه، نور نورك. اخبارك ايه؟ كله تمام. مجهز لنا شغل النهارده رائع. ربنا عن فريق الترجي والمباراه القادمه، لكن قبل ما نتكلم عن المباراه القادمه، المباراه المهمه والمرتقبه، خلينا نروح للجزيره ملعب مختار التتش وزميلنا فاروق صلاح اللي هيطمنا على فريق النادي الاهلي اللي استأنف تدريباته اليوم في تمام الساعة 8:00. تحياتي ليك يا فاروق، وتحيات ضيفي الأستاذ أيمن جلبرتو. برحب بيك كابتننا الكبير الكابتن اسامه حسني، وبرحب طبعا بالزميل العزيز ايمن جلبرتو، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ابتدت ساعات الجد خلاص يا كابتن اسامه، والاستعداد لمباراه الترجي بعد الراحه اللي منحها مستر كولر للاعبين لمده 48 ساعه. النهارده الفريق استأنف تدريباته، كان من المقرر يعني الانطلاق التدريب في تمام الساعه 6:00، ولكن نظرا لارتفاع درجه حراره الجو تم تاخير الانطلاق التدريب للساعه 8:00. خليني اقول لك أكد لك من خلال قناة النادي الأهلي جاهزية أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لمواجهة الترجي التونسي. النهارده خلاص بيشاركوا في التدريبات الجماعية، أصبح يعني مشاركتهم في مباراة الترجي أمر يخضع للرؤية الفنية لمستر مارسيل كولر. دي طبعا من الأخبار السعيدة لجماهير النادي الأهلي اللي كنت حابب أبدأ كلامي بيها مع حضرتك ومع كل مشاهدينا، يعني جاهزية الاثنين بيشاركوا في التدريبات الجماعية، وإن شاء الله طبعا يكون إضافة كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي. عايز أطمنك أيضا على اليوم النهارده، تقدر تقول يا كابتن اسامه داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي في خليه عمل على مدار ال 24 ساعه. النهارده طبعا كان في اجتماع ما بين طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي الدكتور سعد شلبي، الكابتن امير توفيق، العميد علاء صلاح، المهندس طبعا خالد مرتجي، ومسؤولي بعض مسؤولي الكاف للوقوف على كل التفاصيل الخاصه بالتنظيم. خليني اقول لك طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيتابع بنفسه، واقف على كل التفاصيل الخاصه بتنظيم اليوم، تنظيم المباراه، يعني الثقه الموضوعه من الدوله المصريه في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي قادر انه يخرج بهذا اليوم بالشكل اللي يليق بالدوله المصريه يليق بالنادي الاهلي، ثقه كبيره جدا. النادي الاهلي دايما في كل المحافل الجميع بيشهد بالنادي الاهلي وقدرته على التنظيم. خليه عمل يا كابتن اسامه داخل جدران النادي الاهلي، ان شاء الله المشهد هيليق في المقدمه وفي البدايه بالدوله المصريه، وهيليق طبعا باسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي. النهارده مستر مارسيل كولر قبل انطلاق المران، خليني اقول لك ان على مدار ال 48 ساعه مستر كولر اتفرج على مباراه الترجي اكثر من مره، اتفرج على مباراه العوده ما بين الترجي وماميلودي سان داونز للوقوف على كل التفاصيل وطريقه اللعب. النهارده عقد محاضره بالفيديو طبعا مع اللاعبين، خلاص يعني قال لهم نبض الجمهور وصوت الجمهور، خلاص باقي على الحلم 90 دقيقه، انا هنا شوط اول ب 90 دقيقه، متبقي 90 دقيقه محتاجين كفاح. مستر كولر النهارده قال لهم العبوا مش عشان نفسكم وعشان تاريخكم، العبوا عشان خاطر الجمهور اللي موجود، العبوا عشان ترسموا الفرحه، العبوا علشان النادي الكبير اللي انتم موجودين فيه. ان شاء الله اللعيبه في كامل تركيزها، ان شاء الله يا كابتن اسامه، يعني انا عايز اقول لك حاله تفاؤل ولكن بحذر، ان شاء الله لسه ما عملناش اي حاجه، 90 دقيقه 50 50 ما بين الاهلي والترجي، لكن تركيز لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكون في كامل تركيزهم في هذا اليوم. طبعا انطلق المران شق بدني مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم انطلقت بقى الجوانب الفنيه والجوانب الخططيه اللي مستر مارسيل كولر بيطلبها من لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله في الوقت اللي انا بكلمك فيه الفريق طبعا بيؤدي تدريباته. عايز اطمنك على امر تاني طبعا يا كابتن اسامه، خاص طبعا بالتحضيرات او استقبال فريق الترجي التونسي. طبعا الكابتن الخطيب النهارده كان توجه لزياره الكابتن علي معلول، ونتمنى له كل الشفاء ان شاء الله، وعودته تكون اضافه طبعا للنادي الاهلي هنفتقده في هذه المباراه. غدا باذن الله هيكون وصول نادي الترجي في تمام الساعه 7:00 بتوقيت القاهره. كابتن الخطيب بوفد من النادي الاهلي هيكون في استقبال بعثه فريق الترجي التونسي اللي هيؤدي تدريب غدا ان شاء الله في تونس، ثم يتجه الى القاهره. من المقرر ان فريق الترجي التونسي هيؤدي تدريبين يا كابتن اسامه، وده برده بنقوله من خلال حضرتك وانفراد برده لينا من خلال قناه النادي الاهلي. اول تدريب هيكون على ملعب الدفاع الجوي يوم الخميس، ثم هيختتم تدريباته يوم الجمعه على ملعب استاد القاهره اللي هيستضيف احداث اللقاء. النادي الاهلي يعني حاله الترحاب حاله الود، هيكون طبعا استقبال
فريق الترجي التونسي في صاله كبار الزوار. اعتقد النادي الاهلي بيرد للنادي الترجي الاستقبال اللي شفناه وعن العلاقه الوطيده اللي بتجمع ما بين النادي الترجي والنادي الاهلي. ايضا الكابتن محمود الخطيب والحمدي المؤدب رئيس مجلس اداره نادي الترجي التونسي، كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله في هذه المواجهه ويحقق الحلم ان شاء الله والحفاظ على اللقب الافريقي. طبعا يا كابتن اسامه انا معاك مع الزميل ايمن جلبرتو، اي استفسار اي تساؤل انا موجود معاك. بنشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، غطيت وكفيت. نتمنى ان شاء الله يوم السبت القادم يعني توفيق لاعبي النادي الاهلي، وكمان من الاخبار السعيده يعني عوده احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا، يعني اثنين من العناصر المهمه ان شاء الله عشان تكون كل الاوراق متاحه امام مستر كولر يوم السبت القادم. بنشكرك شكرا جزيلا.